الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا يا جماعة جهاز أوميكس 3 4 تسعات، طبعا صيني. هنشوفه كده، هو الزبون بيقول لي قاطع خالص، مش مطلع أي حاجة. هنشوف كده فيه إيه. كده وصلت له الكهرباء، مش واصل له، مش شغال أي حاجة. طبعا أول حاجة هنعملها نقيس داخله الكهرباء ولا لا. هنجيبه طبعا، هنحط المؤشر على وضع الاي سي 700 فولت ونقيس كده. يا جماعه 218 زي ما احنا شايفين اهو، 100 100. ال 220 يا جماعه 100 100. طبعا هنفصل الكهرباء كده مثلا، نشوف الفيوز يكون يعني الفيوز ضارب ولا لا. للاسف ايوه الفيوز ضارب، بس ما يضربش كده لوحده، لابد بيحمي حاجه وبيضحي بنفسه في سبيل مثلا اي سي زي ديك او بقيه الجهاز. افتح الجهاز واقلب البورده واشوف ايه اللي حاصل. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، قلبنا جبنا البورده اهي وفكيناها وهنقلبها، حطينا ورقه وعايزين نقيس ال 300 فولت موجودين ولا لا، اللي هم بعد الموحدات دولك اهو بيتوحدوا ويتنعموا بالكوندنسر الكبير دوت. وهنشوف كده عليه 300 فولت ولا لا، يعني طبعا لو موجودين كده نبقى ما قبل الحاجات دي كلها سليم. نتأكد الأول من الفولت ولا لأ. طبعا هنحط على وضع الفولت، احنا هنا دي سي 300 فولت، يعني نحط على وضع المؤشر على وضع الألف. مفيش يا جماعة، مفيش. ال 300 ده فيه حوالي 3 فولت. طيب أنا دلوقتي هنقيس إيه؟ دلوقتي هنا مفيش 300 فولت. هنتأكد من الموحدات ديك، نفصل الكهرباء، نتأكد من الموحدات وندخل كمان، احنا نسيب الفيوز. طبعا هنشعر الفيوز كده مؤقتا بشعرايه اهو، نجيب شعرايه اي سلكه ضعيفه، اي سلكه رفيعه يعني، لان المكسر المنصهر دوت او الفيوز ده ما يضربش كده، يعني احتمال واحتمال كبير قوي ان يكون زاد عليه الكهرباء او اتسحب فيه تيار جامد فضرب. فطبعا هلحم السلكه اهو زي ما احنا شايفين كده على الطرفين بتوعه، وارجع لكم تاني عشان ما اطول لكمش الفيديو. اهو يا جماعه شعرت الفيوز، اديته شعرتين كده، ما انتقلش الفيوز الشعره، يعني الشعر اللي هنركبه عشان ما يضربش. احنا عايزين لو حصل اي سحب في الكهرباء عالي او اوفرلود يروح فاصل. طبعا انا فصلت الخارج بتاع دايره الباور عشان ما تحصلش اي حاجه في البورده الرئيسيه، وهوصل لها كهرباء واقيس 300 فولت. كده انا وصلت الكهرباء وفينا 300 فولت المكثف اهو، ونقيس 300 فولت ونشوف اهو يا جماعه موجودين ولا لا. برضو 1 فولت، رغم ان انا وصلت بس مفيش غير 1 فولت. طبعا هنقفل كده ونقيس الموحد. طبعا مفيش 300 فولت، يبقى في ايه حاجه قبلها. طبعا داخلين كده، هم داخلين ال 300 فولت مش خارجين، يبقى ما قبلها هي اللي ايه اللي بايظه. نرجع تاني ونقيس ال 300 فولت اللي هم الدي سي، اللي هم الكهرباء العمال 220 زي ما احنا شايفين اهو. اهو يا جماعه موجودين. طبعا نقيس كده على اطراف موجودين، هنا على برضو ايه الفيوز، نتتبعهم كده على لحد ما نوصل، يعني مثلا كده نقيسهم. شوف كده على المكثف الاي سي اهمك يا جماعه،
المفروض يدخله من الترانس اهمك 215 الترانس الفلتر ده بيمنع الترددات الغريبه اهو. ايوه دول هنا موجودين اهم ومش موجودين على الطرف الثاني. طيب اتاكد من الترانس ده وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين يا جماعه للاسف وانا بكشف لقيت المحوله ديك الفلتر ده ملفين اسمهم اللي هم الفلتر اللي هم جايين من 220 اهو داخلين في الفلتر ده ورايحين للموحدات دهيك طبعا عشان منع التعرجات واي تدخلات. وانا بقيس كده بصوا يا جماعه اهو ادي الطرف اهو كده شغالين مع شغال الناحيه الثانيه هو اللي فاصل اهو اهو. طبعا انا هحلها كده بسرعه وهشعرها برده لحد ما نوصل للعطل ونعرف رجلينا راسنا من رجلينا زي ما بيقولوا. وبعد كده اهو يا جماعه اهو زي ما احنا شايفين اهو كده اهو وهنوصل الطرفين دولك مؤقتا بس يا جماعه ايه لحد ما نشوف اعطال تانيه ولا لا. طبعا لما نيجي نجرب يا جماعه احنا بنجرب على السيريا ما نجربش على الكهرباء الحموميه زي ما بقول دايما اهو كده اهو وهنفصلها ونوصل كهرباء ونشوف ونقيس بعد كده 300 فولت اهو يا جماعه نوصل الكهرباء بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده ونشوف ايه اللي هيحصل بسم الله. اه 300 فولت يا جماعه زي ما احنا شايفين كده طالعين اهمك بس طالعين قليلين 224 208 190 يعني مش ثابتين على حاجه اهو اهو يا جماعه كده شفتوا يا جماعه اهو 297. طبعا انا لازم اغير الايه اغير ده المحول ده واغير المكثف ده لان لاحظ فيه يعني سنه نفخ يعني حاسس ان هو منفوخ شويه هنغير الاثنين دولك وارجع لكم. زي ما شايفين يا جماعه انا جبت بورده قديمه اهو عشان اقدر اخد منها الحاجات دي. ادي الترانس اهو اللي هو الفلتر وهنخلعه ونحطه هنا ونشوف مكثف ونغيره واجي لكم تاني. اهو يا جماعه هنخلع المحولات المحول الصغير ده اللي هو اللي بنقول عليه فلتر اهو اخلعه وارجع لكم تاني. زي ما شايفين يا جماعه اهو خلعناه وركبنا واحد تاني وهنلحم الاربع اطراف بتوعه وان شاء الله يشتغل الجهاز اهو. طبعا فاضل المكثف اهو الكوندنسر ده الكوندنسر الكبير ده اهو 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 يا جماعه كده. طبعا هننضف يكون قصدير زياده ولا حاجه اهو ونخلع كده اهو خلعناه ونركب واحد بنفس القيمه ده 10 ماكرو 50 فولت. عندنا واحد هنا برضه هخلعه ونركبه ونشوف ايه النتيجه اهو يا جماعه. ادي السالب في السالب والموجب في الموجب اهو كده. ونجيب القصدير ونكمل لحام
ان شاء الله يطلع سليم. اهو يا جماعه كده خلاص، نركب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقيس ال 300 فولت اهو. نجيب بقى نشوف ال 300 فولت طالعين ولا لا. بسم الله، ادي السالب وادي المولد. اه يا جماعه 295. طب احنا دلوقتي عايزين نشوف الفولت خارج بقى من الدايره ككل ولا لا، عايزين نقيسهم على ال نقيس يا جماعه الفولت على على خارج الدايره ككل بقى. نجيب المؤشر على 200 فولت ونقيس اول حاجه 3.3. اهو يا جماعه 3.3 اهم، بس بيختفوا. بعدين الارضي، بعدين ال 12 فولت، بعدين ال 20 فولت، جايين هنا 18. طبعا انا عايز اجرب على الكهرباء على طول واشوف ايه النتيجه. هركب الجاك دوت وارجع لكم تاني او نشوف هنا على طول. اه يا جماعه كده اهو، انا مش عايز اطول الفيديو اهو. هنحط كده الجاك ونجرب كده ونشوف ايه النتيجه. بسم الله. الحمد لله يا جماعة اشتغل اهو اهو زي ما احنا شايفين اهو. ادي القنوات، ادي 100 101 103 ولا 102 104. الحمد لله يا جماعة اشتغل كده. انا بقى هشغله واكمل فيه واشوف في اشارة ولا لا وارجع لكم تاني. الحمد لله يا جماعة اهو الصورة زي ما انتم شايفين كده، الحمد لله الجهاز اشتغل والصورة جت. اذا ما كانش في حاجة غير ثلاث حاجات، اللي هي الفيوز، المكثف دوت، المكثف اللي هو الرئيسي بتاع التوحيد، والترانس الفلتر اللي موجود في مدخل دائرة الكهرباء. والحمد لله نديه لصاحبه وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.